ممكن أسأل فضيلة الشيخ حاجة؟ اتفضل اتفضلي. يا ام احمد. أنا والدي عمره ما بيصوم خالص، مين؟ وعمره ما بيصلي، وطول عمره بيعمل كل الحاجات اللي ربنا حرمها، ولما بيشوفني أنا وأمي بنصلي بيفضل يزعق، وممكن يدوس على السجادة بالشبشب، سجادة الصلاة. ليه؟ فإحنا طبعا دعينا له كتير، حتى أمي ربنا كرمها وسافرت عمره وحج ودعت له هناك في بيت ربنا، بس للأسف يعني إيه، يعني مش هقول ربنا ما استجابش دعانا، بس نفسي ابويا ربنا يهديه. هو دلوقتي عنده 70 سنه، يا عيني ربنا يديله طول عمره، ممكن في اي وقت يعني يجي اجله، فاحنا خايفين عليه من عقاب ربنا ليه، وهو لحد النهارده بيشتم. هو مش مؤمن بوجود ربنا يعني؟ مش عارفه والله، مش عارفه اقول لحضرتك ايه. احنا اخترنا في امره، وما ما نقدرش نكلمه نقول له صوم او صلي، ما نقدرش يعني، هنشوف حاجات يعني مش هقدر اوصفها لحضرتك. احنا الله نفسنا يسلم. ربنا يهدي بدعاء، يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه. هو صعبان علينا طبعا. لانه عمره ما عمل يا حاجه ام كويسه. احمد، اتفضل. يا ام احمد، كل سنه وحضرتك طيبه، وحضرتك وداخل طيب. علينا موسم ذي الحجه، ايوه واكثروا من الدعاء لله تبارك وتعالى، ولا تملك له الا الدعاء. الله تبارك وتعالى يقول لحبيبه ومصطفاه: انك لا تهدي من احببت ولكن ولكن الله الله يهدي يهدي من من يشاء. يشاء. احنا ما علينا الا ان ندعو في حاجات بقى يا مدام دعاء نزكي بها الدعاء. ربنا يقول: اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. الوسيلة يعني ايه اللي زكي بها دعائي عند ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من اراد ان تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر. اجيب واحد في ازمه شديده واحل له مشكلته وادعي وانا وادعي بعيد. ربنا سبحانه وتعالى. اذهب لعياده مريض وادعي ربنا وانا عند المريض. ازور دار ايتام وادعي ربنا وانا هناك. ااكل المساكين والفقراء والمحتاجين وادعي ربنا. اللي هو التوسل الى الله تبارك وتعالى بصالح الاعمال. ونسال الله ان يمن عليه وعلى كل انسان بالهدايه. انما اذا كان الشخص نفسه هو اللي رافض من جواه ربنا، يعني يعني هي بتقول ربنا للاسف او يعني ما استجابش او بتقول كده. ربنا لا، هو احنا بنقول ما فيش دعاء ما بيستجبش. بس يعني في الدعاء الحاجات دي للانسان بالذات بيديه، في الهدايه اما ان يستجيب الله دعاءه حالا، ممكن يتاجل شويه، اما ان يدخرها له في الاخره في الدعاء بتاعه، اما ان يصرف عنه من السوء بمثله. لكن ما نفقدش الامل، يستجاب للانسان زي ما النبي علمنا: ما لم يتعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. ما نقولش الجمله دي، ما نقولش انا بدعي وربنا ما استجابليش، لا، برضه نلح في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه واسجد واقترب. اسجدي لربنا يا ام احمد، وتذللي لله تبارك وتعالى، وتضرعي لله تبارك وتعالى، واسالي الله باسمائه الحسنى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وان شاء الله ربنا يستجيب يا رب.